من حدث مهم جدا وحدث نقدر نقول هو حدث برضو الأبرز النهاردة، بيفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة اللي بتنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بيحضر المؤتمر 30 سيدة مصرية من النابهات والناجحات في الخارج ممن يمتلكن تجارب علمية وحياتية عظيمة، وكمان شاركوا في صياغة حياة أفضل في بلاد المهجر. أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن المؤتمر ترجمة عملية لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام للمرأة. معانا على التليفون سيادة السفيرة، صباح الفل وإن شاء الله نقدر نقول افتتاح موفق. سيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أهلا بحضرتك. اهلا بيكي، صباح الخير وصباح النور على كل المشاهدين. ان شاء الله النهارده تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتتح المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطه. ده تقريبا بعد نص ساعه مش كده؟ يعني الساعه 10 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يكون افتتاح ناجح، وبالتاكيد مؤتمر مهم جدا. يمكن في اشاره حضرتك اشرتيها ان ده بالتزامن عام 2017 عام المراه المصرية، فالمرأة المصرية في جميع أنحاء العالم. عايزين نعرف المزيد والتفاصيل عن المؤتمر، تفضل. مظبوط، بعد إعلان السيد الرئيس أنه عام 2017 عام المرأة، حرصت وزارة الهجرة أن هي تسلط الضوء على المرأة المهاجرة. المرأة في الخارج بتقوم بدور كبير جدا تجاه وطنها، يمكن ما كناش عارفين ليه أو بنسلط الضوء عليه، إنما النماذج الحقيقة اللي النهاردة موجودة في المؤتمر هي نماذج أولية. طبعا إحنا عندنا سيدات مصر في الخارج كلهم، كان يعني أحب أن هم كلهم يشاركوا، إنما الحقيقة دور المرأة لا يستهان به في الخارج، سواء المرأة اللي حصلت على مراكز مرموقة. احنا بيشرفنا في هذا المؤتمر كابتن منى شندي. كابتن منى شندي هي القائدة في سلاح البحرية الأسترالية، وأيضا مستشارة الشؤون الإسلامية لقائد البحرية الأسترالية. عندنا العضوة البرلمانية عز علي، عندنا الأسترالية أيضا، عندنا ليلى بانش من أفضل 100 مستشارة مالية تم اختيارهم في الولايات المتحدة. أيضا حرصت وزارة الهجرة إن هو يكون في برضه من السيدات اللي عملنا في العمل المجتمعي، الستات اللي بيقدروا ان هم يدوا صوره لمصر ايجابيه جدا في الخارج، يصححوا الصوره اللي قد تبدو مغالطه للبعض في الخارج. كل الحاجات دي كان لابد من تكريمهم النهارده طبعا بعام 2017 عام المراه. وقسمنا هذا المؤتمر لورش عمل طبقا لتخصصاتهم، بيشارك فيها ايضا الوزراء المعنيين زي ما حضرتك تفضلت. المهندس شريف اسماعيل النهارده بيفتتح هذا المؤتمر. على هامش هذا المؤتمر تقوم وزارة الهجرة أيضا بتنظيم لقاءات معهم. امبارح أنا كنت في اسكندرية مع كابتن منى شندي، مع قائد القوات البحرية ومع السفير الأسترالي، وزرنا وحدات بحرية وتعرفت على القوات البحرية المصرية، وحيبدأ التعاون أيضا ما بين الجانبين. أيضا العضوة البرلمانية بتنظم وزارة الهجرة زيارة للبرلمان المصري للالتقاء بالبرلمانيات المصرية، وأيضا ليلى بانس مع دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ورئيس البورصة أيضا سيتم الالتقاء به. حتى العمل المجتمعي بننظم لهم زيارات، يشوفوا مستشفى 57، يشوفوا مستشفى أبو ريش، يشوفوا مشروع الغارمات لمؤسسة مصر الخير. فهو مؤتمر بالأساس لتكريم المرأة، تسليط الضوء عليها، الاستفادة من خبراتها، الترويج السياحي. امبارح عملنا أيضا للمشاركات زيارة لمجمع الأديان، وإن شاء الله بناخذهم أيضا وكالة الغوري ومنطقة الحسين. فهو ترويج للسياحة، تكريم للمرأة، الاستفادة من خبرتها. طب سيادة السفيرة، في مجالات ممكن يكون في خطة لوضع مجالات أو يعني أوجه التعاون بيننا وبينهم فيما بعد، إرسال بعثات، تدريب أو ما شابه؟ مظبوط، في دكتورة دعاء الأنصاري أيضا جاية من أستراليا، وهي جاية وبتدعو الشباب المصري أن هي تشرف على رسائل الدكتورة والماجستير في جامعاتها في الخارج. احنا الحقيقة النهاردة بستعرض أيضا في المؤتمر نتائج مؤتمر مصر تستطيع واحد اللي عملناه في الغردقة لعلماء وخبراء مصر، إزاي أنه الدولة استفادت من هؤلاء الخبراء على مدار هذا يعني الستة أشهر. وزي ما حضرتك قلتي، لكل
كل حد بيجي من الخارج بيتعمل له خطة بالتنسيق مع الوزارة المعنية اللي احنا نقدر بيها نخدم الوطن في المجال بتاعه. مجهود الحقيقة مشكور جدا جدا سيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. بالتأكيد يعني حاجة محترمة جدا 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 السيدات المصريات مش فقط في الداخل، ودايما الرئيس السيسي بيشيد بالمرأة المصرية، لكن بالتأكيد في جميع أنحاء العالم كمان لهم بصمة ولهم وجود ولهم حضور قوي جدا جدا. إن شاء الله بالتوفيق، وهيكون مع هنكون مع حضراتكم بالتأكيد، وهننقل لكم هنحاول نكون بشكل متواصل في هذا الحدث المهم. المرأة المصرية رافعة راسنا في كل حتة. طبعا المرأة المصرية زي ما انت قلتي أسماء طبعا رافعة راس المصريين في كل حتة، وطبعا والرجال المصريين برضه رافعين راس طبعا. يعني طبعا بس معلش عشان مرأة بس اسمح لي يعني يا رجال. هو عمل مرأة بس.